بسم الله. عشان اعمل دايمنشن ادخل اول ارسم حوايط، وليكن مثلا حاجة بالشكل دوت. وارسم مثلا حائط دائري بالشكل دوت، اروح للبيزك اقول انا عايز دايمنشن، اختار الدايمنشن دوت. ممكن اختار الدايمنشن هوريزنتال او فيرتيكال، ولكن مثلا اختار الفيرتيكال. احدد المكان اللي انا عايز الدايمنشن يبقى فيه، وبعد كده هختار من هنا اول نقطة، تاني نقطة، تالت نقطة، رابع نقطة، يرسم لي الدايمنشن زي ما احنا شايفين. او ممكن اقول له انا عايز ارسم الدايمنشن اورزنتال، احدد الخط بتاعي واول نقطة، تاني نقطة، تالت نقطة، الاقي الدايمنشن خلص. او ممكن اقول له انا عايز ارسم الدائري دوت، عايز اعرف نص القطر بتاعه اهوت، واروح محدد له ده الريديس بتاعي. او اقول له انا عايز الزاويه، الانجل دايمنشن. احنا كنا رسمنا حائط بزاويه، فاقول له انا عايز الزاويه دي قد ايه، فيرسم لي الزاويه دي قد ايه بالظبط.